شتم الأم واليوم نستصغر في كل الكباير نترك فروض ونعصي ونشتم الأم نترك فروض ونعصي ونشتم الأم ويا للأسف كل المكاسب خساير نسعى ونتعب ثم نحصد الأناظر يا للأسف كل المكاسب خساير نسعى ونتعب ثم نحصد الأناظر ما عاد يبقى خير وسط الضماير قدالة وإن الشر لا بده يعم ما عاد يبقى خير وسط الضماير قدالة وإن الشر لا بده يعم قدالة ترى الوقت ساير ما عاد يبقى شيء بحاله يتم الوقت من فوق الرياجيل جاير والموت قام يخم فاصحابنا خم الوقت من فوق الرياجيل جاير والموت قام يخم فاصحابنا خم والموت قام السم مهما تعالجه يغلب السم والكسر يشفى من فعول الجباير والسم مهما